يا الخوت، اليوم بغيت نهضر لكم في موضوع ديال الحركات الأمازيغية والاختراق ديالها من طرف يعني المخزن الحقير او لاجيت. انا تنظن بان لاجيت هي اللي اخترقت، وهناك يعني مؤسسات أكاديمية اخرى هي التي قامت يعني باختراق الحركة الأمازيغية. بالنسبة الإشكال هو أن نشوف بأن الجسم ديال الحركة الأمازيغية في المغرب مشتت، ما عندهاش هدف، وكاين تقريبا حاليا كاين أكثر من 32 جمعية أمازيغية. هذه الجمعيات كاملة الأمازيغية كاين 32 جمعية تتهضر كلها، كل واحد عنده يعني كاين الجمعيات اللي عندها مطلب يعني ثقافي هوياتي، كاين اللي عندهم مطلب سياسي، كل واحد التوجه ديالهم. يعني هادو كاملين امازيغ ما قادينش يعني ينضموا راسهم ويديروا واحد البيان او واحد الميثاق، فهمتيني، واحد الوثيقه وميثاق وطني بيناتهم، ميثاق امازيغي، ويحطوا فيه يعني الاهداف ديالهم باينه بدون هكا ولا هكا، فهمتيني. فاش تنوصلوا يعني الى رجعنا يعني اللور في 1997، يعني تيقول واحد تيقول عاصيد، فهمتيني، هذا كتبوا عاصيد يعني رمز في الحركة الأمازيغية، تيقول لي مفكر. اوكي، قال لك ووجد تنسيق بين الجمعيات الأمازيغية صعوبات تنظيمية بعد أن بلغ عددها 32 جمعية، وذلك ما جعله إطارا يضيق على استيعاب كل الطموحات المتعارضة، وخاصة من هذا التوجه السياسي الذي يطمح إلى التماس أساليب أكثر فعالية للتأثير في القرار السياسي المخزني الهلاكي. أنا فاش نشوف يعني المخزن، كانوا في الأول تصوروا معايا، كانوا أربعة ديال الجمعيات الأمازيغية. من بعد ولا اصبح عدد 11 جمعيه تقريبا في سنه 1997، وصلوا يعني 32 جمعيه امازيغيه. يعني من جهه الجمعيات كامله الله اعلم، يعني شي واحد يفسر لينا كيفاش يعني تبناو وعلاش تبناو. حنا تنعرفوا كاين واحد المكون ديال الحركه الامازيغيه اللي عنده هو عنده هدف سياسي، لان تيشوف بان باش ان الامازيغ يوصلوا للاهداف ديالهم خص دارهم تغيير سياسي باش انهم يحققوا يعني الطموحات ديالهم، فهمتين، لا من ناحيه ديال الثقافه لا من ناحيه ديال التطور، بزاف الامور. ولكن ما قدوش، علاش؟ لان هاد الجمعيات اللي تيكون عندها داخل الحركات يعني الحركه الامازيغيه ذات التوجه السياسي الراديكالي كما تنسميوه، يعني ضد النظام الملكي ديال ابو جهل ديال ابن قلق الرسول ولا ما عرف، اللي عندها التفكير هذا واللي هي تتماشى، يعني جميع جمعيات الامازيغيه غالبيه تتماشى يعني مع تتماشى يعني مع الـ مع الـ مع الحقوق الكونيه اللي كاينه في الدول المتقدمه، يعني هي تتبنى هذه الحقوق. وهذا راه بالنسبه لي واحد الحاجه اللي هي بلوس، يعني واحد الحاجه ايجابيه بزاف. غير هو هاد الجمعيات الحركات ولا الجمعيات الامازيغيه ولا الحركه الامازيغيه اللي انا فيها بزاف ديال التوجهات كما قلنا، هاد الجمعيات اللي تتكون عندها واحد تكون عندها واحد التفكير سياسي، تكون عندها واحد الرؤيه، تكون باغا تغير فعلا، تتعرض للتهميش يا اما مادي يا اما تدخلوا بعض الجمعيات تحاولوا انهم يثيروا واحد التناقضات وما تخليوش ان الجمعيات هذه انها تلتحم مع بعضياتها وانها تقر واحد القرار ودير واحد الميثاق يعني ديال المطالب ديال الامازيغ، الشعب الامازيغ، فهمتيني، ما عمر تحقق هذا المطلب. يعني انا تنقول يعني لان حتى فاش نهضروا في داخل الجمعيه هذه 32 كاينه يعني واحد الجمعيه الكبرى
فهمتيني، عندها مصالح. وهاد الجمعيات الكبرى اللي الغالبية ديال القواعد ديالها عندهم علاقة مباشرة بالسيسميو كما تيقولوا بالقادة، كما تيقولوا القادة ديال الجمعيات هذه عندهم علاقة معاهم مباشرة، يعني تا هما بحالهم بحال الإخوان المسلمين ولا شي حاجة، فهمتي، الإخوانجية تا هما عندهم بحال الموردين ديالهم، فهمتيني. هاد الناس هادو هما اللي تيتبعوهم واللي قالوها، تيطنوا الشبيبة وتيطنوا هاد القواعد هادي، تيديروا داكشي اللي دار القادة. القادة عندهم مصالح مع السلطة المخزنية، وفهاد الدائرة هادي يعني ما عمر يمكننا نحققوا يعني تغيير او طموحات الحركة الامازيغية او الشعب الامازيغي. لان فاش نشوف مثلا يعني هذه احد يعني ربما هي سطحية، لانه ربما تساؤل سطحي هذا اللي غادي نقول، ولكن في نفس الوقت عنده واحد لكن تساؤل في محله. علاش؟ لان فاش تشوف ان اطفال في امازيغ في الشرق في الاطلس او في الجنوب او في سوس او في مكانه تيموت يعني بلسعة عقرب، وما تلقاوش يعني شتي يقولوا لهم يعني لي زونتيبيوتيك ديال هاد ديال السموم ديال العقرب، وتيموتوا يعني. هذا في حد ذاته، وتلقى يعني هاد الجمعيات ما تيديروش ولو بيان واحد تنديدي بموت طفل الامازيغ، وراه ماتوا اطفال هاد السنة هادي في هاد الصيف هذا اللي فات. دائما تلقى بان نساء حاملات يزون فوق البغال وتولدوا في الطريق، ولا تولدوا يا اما الام تتموت يا اما الاب يا اما بجوج، فهمتيني. يعني ما كاينش عندهم التغطية الصحية، وبلا ما نهضروا على التعليم وداكشي. يعني هاد الجمعيات هادي الغالبية ديالها ما تتهضرش على هاد الحقوق هادي، وكأنها غير ما كيناش. يعني مشغلين يعني خلاو يعني الشبيبة والقواعد ديال هاد الحركات الامازيغية انهم يبقاو يعني يبقاو منشغلين غير بالحقوق اللي هي هو يعني عندها علاقة بالهوية وعندها الشهادة يعني والصراع يعني العربي الامازيغي، واخا ما كاينش، فهمتيني. يعني راه هما في بلادهم، فهمتيني، كاين مغاربة تعرضوا للتعريب، فهمتي، تيخليهم انهم يعيشوا في هذا الصراع هذا. يعني فاش تشوف هذا الشيء هذا تقول اوه، واش بالنسبه لك انت كامازيغي وداخل اي حركه امازيغيه، واش تشوف بان هذا الشيء هذا بوسيبل؟ يعني واش يعني منطقي؟ واش منطقي انك تفكر هكا؟ ما تفكر يعني واش ما تفهموش واحد المساله سميتها الاولويات؟ اذا كانت الاولويات عندنا حاليا هي اننا ندافع على تعليم جيد للامازيغ كاملين، هي مسألة ديال التغطية الصحية، فهمتيني، تشمل جميع الأمازيغ، فهمتيني. نهضرو على البنية التحتية، بس نهضرو واش غنبقاو حنا في مسألة الهواتي اللي شنو عندها علاقة بالهوية، والهوية ديالنا راه باينة، راه مايمكنش حنا مايمكنش انك تجي تفرض الهوية ديالك اللي هي أصلا الهوية ديالك اللي هي هوية المجتمع أنه أمازيغي، فهمتيني. خصنا نكونوا شويه او تكون عندنا اولويات، نكونوا عمليين، ماشي نبقاو غادي فهاد ماشي نبقاو غادي تنحاربوا الافكار، فهمتيني. فكره تتحارب فكره، ونبقاو غادي في داك الصراع اللي هو ما حتى شي حاجه ملموسه ماديا، ما لقيتوهاش من نهار بدا التجمع الامازيغي، من نهار كان داروا هذاك اول بيان كما تنقولوا هنا، راه عندي داك الشيء مكتوب. من نهار قام المجلس التنسيق الوطني بالمغرب بإرسال لجنة. هذا المجلس التنسيق الوطني بالمغرب هذا مجلس مخزني حقير، اوكي، ديال الملك، ديال ابو جهل، ديال ابو قريش، اللي تيحكمكم، اللي نتوما ضده، اللي نتوما ضد هذيك الهويه، ولكن تدعموه، فهمتيني، تعطيه واحد الشرعيه ما خصناش نعطيوها ليه. قام مجلس التنسيق الوطني بالمغرب بارسال لجنه منتدبه الى الندوه الدوليه لحقوق
الانسان المنظمه سنه 1993 والتي تبلورت، راه عرفنا من جات هذه الهضره ديال تبلورت عنها فكره سيد الكونغرس العالمي الامازيغي المعروف بالسي ان سي، فهمتي شنو يقولوا ليه ناشونال شي سميو نسيت عليه، ذا ناشونال كونغرس اوف ذا كاناريز. اوكي المهم واستطاعت، فهمتيني، بعد هذا الشيء هذا استطاعت 6 جمعيات أمازيغية أن تلتقي بالدورة الرابعة للجمعية العامة الصيفية في شهر أغسطس، يعني غشت 1991، لتوقع أول وثيقة مشتركة بلورت فيها مطالبها الثقافية بوضوح. ثقافية ما فيهاش مطالب سياسية، وكأننا نعيش فعلا في دولة ديمقراطية فعلا، واللي كنا محتاجينه هو أن المطالب اللي هي هامشية ثقافية اللي هي جزء منها وتنعيشها ديما، ما محتاجينش أننا نفرضوها أو نثبتوها لأي واحد في العالم، هذه هي جزء منها تنزاد بها وتنعيش بها. ونظر للسياق الصعب، أعتذر، بالنظر إلى المناخ السياسي آنذاك، حيث لم يكن الانفراج الذي بدأت تعرفه البلاد إلا نسبيا بعد سنوات الحصار والتوتر، لأن الحركة الأمازيغية كانت محاصرة، فإن الميثاق الذي تم تقديمه لم يتضمن إلا الحد الأدنى للمطالب الثقافية، وهذا المسألة هذه فرضها المخزن، فهمتيني، يعني فرضها فاش تنهضرو على المطالب الثقافية تماما، بغير ردكم واخا حنا ماشي حزب، بغير ردكم بحال الأحزاب الإدارية، يعني هو يشاور بيدي ويقول لكم ها شنو ديرو ها شنو ديرو ها شنو ديرو، ها المطالب ديالكم ها الحقوق ديالكم ها شنو ها شنو ها شنو، غتصبرو. وإذا كان الميثاق في ظاهره قد قدم كوثيقة ثقافية، فإن في العمق لم يخل من النزوعات السياسية مدمرة تهدف إلى خلخلة الأسس الإيديولوجية التي يقوم عليها النظام السياسي المغربي، الذي يربط شرعيته بالدين من جهة إمارة المؤمنين بالأصل العربي القريشي شجرة النسب النبوي من جهة أخرى، وذلك بالتأكيد على العمق الأمازيغي للمغرب وبالمطالب بالاعتراف بالأمازيغية في القانون الأسمى للبلاد الدستور وإدماجها في التعليم والإعلام الوطنيين، وهو ما يعني أن الميثاق يطرح ضمن ما يطرحه إعادة النظر في الثوابت السياسية للنظام وللتحدث في الشعار العروبة والإسلام الذي تبنته الدولة المغربية منذ الاستقلال. يعني أخوتي شنو تيعني هنا؟ أن شنو تيعني هنايا؟ بأن المخزن دار خدمته، فهمتيني، فاش المخزن شاف أن 6 جمعيات استطاعت انها توصل لواحد الحل، فهمتيني، كان فيه نزوعات سياسيه مضمره، يعني فيها شي حاجه، فيها واحد الهدف، يعني باغا تخلخل الاسس الايديولوجيه التي يقوم عليها النظام السياسي المغربي اللي هو يعني تيتمثل في امارات المؤمنين. بغا يقول لكم بان خص الحد الادنى لا تاخذوه اخو الامازيغ يا اصحاب الارض الاصليين يا السكان الاصليين ديال المغرب، اتاخذوا حدكم مطالب السياسه الثقافيه، ما تمشيوش في السياسه، نتوما ماشي ديال السياسه، خليو اهل قريش وابو جهل ديال محمد السادس وبا حسن الثاني الديكتاتور القتال، هو انه هو اللي سميتو عليها، فاش جا هاد الحساس هذا الملك ما بقاش نقول ليه انا حساس، خصنا نبقاو نهضروا معاه بهاد اللغه هادي، هاد ابو جهل الحساس، المهم قريشي هذا جا وفرض عليكم، يعني دار واحد المعهد الملكي الامازيغي، واش شكون اللي قدم، واش الملكي ولا الامازيغي، ما عرفتش انا، واش نتوما دابا حكم، واش نتوما انا رضا بان انا كامازيغي في بلادي ويجي واحد يسمي المعهد ويقول لك معهد الملكي الامازيغي، وكانه تعطي لنا بحال الكريمه اللي تعطي لنا دوك العبيد ديالو ديك العياشه ودوك المعوقين في الشارع، فهمتيني، بغى يوريكم بان اكراميه من عند الملك، وسيري ما بغيش خص الهضره. المهم
إكرامية من عند الملك ولا كيفاش؟ كيفاش إكرامية من عندك؟ واش جيتي من قريش جاي للبلاد؟ فهمتيني؟ شنو درنا لكم حنا الأمازيغ؟ حميناكم من العباسيين ياك ولا الأمويين؟ أعطيناكم الحماية لأننا نؤمن بحق الإنسان. وفي هذيك العصر ومن بعد جيو نتوما تفرضوا عنا الملكية والألوهية ديالكم والقداسة ديالكم ديال النسب القرعي ديالكم ديال داعش. لا يمكن، ميمكنش حنا كأمازيغ خصنا أول حاجة نضرو لهاد النقطة هادي، ما خصش يبقى يتسمى الملكي الأمازيغي، خصها تحيد هاديك الملكي، المعهد الأمازيغي سالينا، المعهد الأمازيغي صافي للمغرب الكبير ولا شي حاجة بحال هكا، فهمتي؟ ما يمكنش نبقاو غاديين وأننا نبقاو سميتو نكومبروميو هاد مع النظام الديكتاتوري الذي يعني هو اللي دخل الاستعمار، والاستعمار هو اللي فرض يعني الظهير البربري على الامازيغ، ولا زال سائر الى يومنا هذا. لان فاش تنظر جميع المناطق الامازيغيه ما فيها لا تنميه، ما فيها لا ماء صالح للشرب، ما فيها لا ضوء، ما فيها لا تعليم، ما فيها لا مراكز الصحه، ما فيها لا سبيطارات، ما فيها والو. الناس تموت، حتى الحوامي باش فين يولدوا ما كاينينش. وغنبقى انا متبع هاد مسألة الهوية، وغنخليو حنا الناس ما عندهم لا بنية تحتية، ما عندهم لا حقوق مادية، شي حاجة تتلمسها، السبيطار، تعليم في المستوى، مدارس الأمازيغ ما كاينينش. واش غنبقاو حنا ديما نهضرو على مسألة الهوية والصراع العربي الأمازيغي اللي ما عرفتوش انا كاع؟ فهمتي؟ انا متهمنيش العرب، تهمني مسألة الأمازيغ، وغادي خصنا نحطو أولويات. ما يمكنش نبقاو غادي ديما نقولو اوكي راه نبقاو نتسناو، راه 9 سنين دابا من عهد الاستقلال. اصلا هاد الشيء هذا اللي تنهضر عليه دابا كان خصو يتحقق من عهد الاستقلال، كيف ما تيسموه الاستقلال السوري. من تما كان خصها تبدا يعني المسيره ديال التنميه وبناء البنيه التحتيه في الاقاليم ديال الامازيغ اللي غالبيه السكان ديالها امازيغ. هاد الشيء لم يطرا، ويجيو يديروه دابا، وها هو جا 20 عام ولم يطرا اي شيء. لا زال يعني الناس تيموتوا، اطفال يموتون يعني بلا سعر ديال العقارب، لانهم تيلقاوش يعني المضادات ديال ولا اش يقولهم المضادات ديال السموم ديال العقارب. ما عباد الله، واش كاين شي دوله في العالم تموت الناس بلا سعر العقرب؟ ما كايناش غير في المغرب. التعليم ما عندهمش، ملاعب للترفيه كما تنشوفوا هاد الناس هادو اللي في الدار ودانت ماتوا، يعني جاير داروا ليهم يعني ملعب فؤاد وداه يعني وماتوا. شنو هي حقوق الامازيغ؟ علاش تهضروا لي على مساله الهويه وما كايناش يعني الارضيه للعيش الكريم؟ ما كاينش، فهمتي؟ خص بنادم يكون بعدا يعني نفسيا مرتاح عاد باش يجي يهضر معاه على عاد باش يجي يهضر معاه مساله الهويه يقد يفهمها. واش شي واحد مجوع المخزن من جهه وانت باغي تجيب ليه الفكر ديال ديكارت دخلوا ليه دماغه؟ راه ما يمكنش. راه حنا ما عندناش مثقفين من حجم يعني اللي بناو الثورة الفرنسية واللي ساهموا في الثورة الفرنسية. ما عندناش هاد المثقفين، حنا عندنا المرايقية، عندنا واحد القوم يعني لا أعرف يعني كيفاش غادي نوصفو. لازمنا حنا لكننا عندنا واحد الحشد، وتنآمنوا حنا هما السكان الأصليين، تنآمنوا بالحقوق ديالنا، تنآمنوا بكل شيء، تنآمنوا بالحقوق ديالنا وتنآمنوا بكل شيء، تنأمنوا هذيك أرضنا، تنأمنوا أن الأمازيغية هي اللغة الرسمية ديال البلاد خصها تكون، ماشي العربية، فهمتي؟ ولا تكون بجانب العربية ماشي المشكل. خاص الأمازيغ لمشاو للإدارة تلقاو ناس يهضروا الأمازيغية يعاونوهم في الوثائق الإدارية ديالهم وكل شيء. خاص الأمازيغ تكون عندهم مدارس في المناطق النائية والمناطق اللي ما فيها لا بنية تحتية، خاص يبدا يعني البناء، بدا بناء بنية تحتية، خص يكون هناك مدارس، سبيطارات، فهمتيني؟ جمعيات، أماكن للترفيه، الأمازيغ، بنية تحتية في المستوى. واش الملك الأرباح ديال الشركات ديالو تتوصل ما عاد شحال من مليار في العام؟ في النص ديال هاد العام هذا ديال 2019 وصل ما عاد شحال من مليار. زعما ما يساهمش بواحد بما أنه يعني يستغل يعني الثروة ديال الأمازيغ
والذهب ديال الامازيغ والفوسفات ديال الامازيغ والثروه ديال بلادنا حنا الامازيغ، علاش ما يساهمش بها في تنميه المناطق اللي ما عندهم لا بنيه تحتيه لا ولا مدارس لا؟ ولكن بالعكس نشوف حنا هاد الملك هذا تيهز هذيك الفلوس تيمشي يديهم لافريقيا ويساهم بها في التنميه الافريقيه، ويقول لك لا حنا خصنا ضروري نتوسع. توسع انت هو جراند بريتن، هو هذا يعني انت هو الامبراطوريه البريطانيه ولا لا؟ راه عندك دويله فهمتي 36 مليون ما قديتيش عليها، وعندك يعني ثروات هائله، وعندك واحد يعني عندك سوء تدبير السي الملك. انت تشوف واش ولي انت في 5 سنوات 2005 شديد الحكم في 2000 2005 وليتي من اغنى الاغنياء في افريقيا، ودابا ما عرفتش شحال وصلت الثروه ديالك، رغم ان فوربيز ماجازين تتهضر على الثروه، ولكن هذاك تيتسمى غير بحال تقولي شي سموها يعني تقدير، تيقدروا صافي، لان ما عندهمش ارقام اصلا فهمتي، تقدير وصافي. اما الثروه الملك راه واصله لشي ما عرفتش اخويا شي تقريبا شي تريليون دولار نظن توصل، مادام شرا لولدو طياره ب 66 مليون دولار، وشرا هو يخت ب 90 مليون دولار. ايوا ما زعما يكون تيربح مليار ما يمكنش، غيكون تيربح كثار من هادشي يعني. فهمتي انا اللي كنت نشد 7000 درهم في الشهر، طبعا ما نمشيش نشري شي حاجة غالية تفوت 1000 درهم ولا 1500 درهم كاع، وهذا إلا كنت يعني ما تنفكرش. إلا نشري شي حاجة للمتعة كما تنقولو، على تشري يخت ولا طيارة على المتعة فهمتيني، راه كاينين طيارات بزاف غادي تيخسر هاد الفلوس هادي اللي قد تبني بها السبيطارات ناس اللي تتموت في الجنوب والامازيغ، ويجي امازيغي يبدا يقول لي حنا خصنا نضامنو مع كردستان. واخويا نضامن معاك مع كردستان، ولكن شوفوا حنا حالنا بعدا، حالنا يعني الشعب ديالنا الناس ديالنا فهمتيني، يتم يعني تهميشوه، يتم قتلوه، يتم استعباد الامازيغ. واش الى متى نبقاو حنا ساكتين؟ خصنا نلقاو حلول وخصنا نبداو بها، ما خصناش نبقاو ساكتين. راه بهاد الطريقه هادي اش نقول لك، راه ما عمرنا نوصلوا، لان راه ما كاينش هاد الحركات الامازيغيه. راه هاد الكونغرس الامازيغ خصو يتحل، ما عندوش فكره وما عندوش طموحات سياسيه، عنده طموحات ثقافيه صافي، هذاك الشيء اللي دايرين ليه صافي، هذاك الشيء راه مخططين ليه. القاده اللي شادينو راه عندهم علاقه بجهات لا في فرنسا، وعندهم علاقات بالمخزن يعني العملاء ديال فرنسا والملك والملكيه، تتحاول انها تهندس يعني الطريقه ديال كيفاش انها تبقى، راه عندها مهندسين هي تتهندس ليكم. واش حنا نبقاو ساكتين؟ راه خصنا ضروري اخوتي الامازيغ، راه خصنا ضروري نحطوا الاولويات. راه الدفاع على الانسان الامازيغي اسمى من الدفاع على اي، اسمى من الدفاع على التفنيغ. شنو نقول لك؟ الدفاع على الانسان الامازيغي، الروح الكرامة ديال الإنسان الأمازيغي أسمى من الدفاع على التفنيغ، أسمى من الدفاع، لأن شكون اللي تيمثل التفنيغ ولا شكون اللي تيمثل الهوية الأمازيغية؟ راه هو ديك الإنسان الأمازيغي. يعني إلا هملنا الإنسان الأمازيغي وعطينا قيمة لأشياء يعني اللي هي فيزوال يعني فيرتوال فهمتيني، غير مرئية، شي حاجة تنكتبوها، راه ما يمكنش. اذا كان تنعطيو الحروف قيمه سميتو وتنهمشو الانسان اللي هو اللي خلق هذيك، راه الثقافه الامازيغيه باش انها تعيش، الهويه الامازيغيه باش انها تستنى، باش الانسان الامازيغي يزيد النسل ديالو ويزيد تقوى، راه خص ضروري الدفاع على الكرامه ديالو، الدفاع على الحقوق ديالو اولى، الحقوق ديالو اولى. خصنا نجدادو، عندنا القوه، عندنا التنظيمات. انا تنهضر مع الشباب، يجب يعني الخروج عن هاد التنظيمات هادي وبناء يعني واحد تنظيم شبابي كما يحدث بجميع العالم، يكون عفوي وتطالب التغيير. انا تنوعدكم بان جميع القاده اللي شادين هاد الجمعيات هادي الامازيغيه وهاد الناس اللي حطوا المخزن الهلكي ديال ابو جهل ديال محمد السادس ديال ابو قريش، هذا غادي ينوض ضدكم،
غادي نعتوكم بانفصاليا، غادي نعتوكم تما تعرفوا الحقيقة ديالهم. جربوا وشوفوا باش تعرفوا بأن الاختراق فين واصل، وأنا أتحداهم، وهذه الرسالة ديالي. أما بخصوص بأنهم يعني مخترقون، راه مخترقون كما شرحت وكما قلت لكم دابا، فهمتيني؟ خاص تكون الأسماء، أسماء يعني مطالبنا هي الحفاظ على الإنسان الأمازيغي، الكرامة ديالو، لأن يعني الإنسان أولى، فهمتيني؟ حياة الإنسان والكرامة ديالو أقوى من أي حاجة. حنا تنآمنوا، أنا عارف أنه الأمازيغ كاملين تنآمنوا، عندنا الفكر، تنآمنوا بأن كما جا هنايا، حنا تنآمنوا عندنا واحد الحاجة، لأننا نحنا تنتبناو الخطاب، إن خطابا نموذجي حضاري غربي، فهمتيني؟ ذو مفاهيم كونية، فهمتيني؟ ويتماشى مع المواثيق الدولية على التشريعات ديال أبو جهل، ديال محمد السادس، والدستور ديال الإله ديالو، وديك ديال القداسة ديالو، يعني يعني عندنا فرصة. أنا تنقول مادام تنآمنوا حنا بهاد القوانين السامية اللي تحترم حق الإنسان، وتتبني الإنسان، وتتعتبر الإنسان هو أسمى قيمة في أي مجتمع، خصنا ضروري ناخدو الهدف ديالنا في الإنسان الأمازيغ، لأن الهوية هو الإنسان الأمازيغ. خليك من هداك الشي الآخر، هداك الشي تيبقى غادي تبنى إذا قمنا يعني بالدفاع عن كرامة الإنسان، غادي نبنيوه، غادي يولي عنده سبيطار في المستقبل، غادي يشعر بالكرامة، غادي نعاود، أنا غادي نردو ليه الإعتبار، غادي يولي عندهم مدارس، فهمتي؟ يعني أبناء الأمازيغ غتولي عندهم مدارس فين يقراو، فين يتكونوا، فين حتى هما يوليو يبينوا الإبداع ديالهم، ويقدو أنهم يبهرونا بالإبداع ديالهم، فهمتيني؟ يقدو يخرجونا من هاد الخطابات التقليدية، وهاد الصراع اللي ما تربحوا منه والو، فهمتيني؟ ما عندناش فيه شي حاجة ملموسة ماديا وعمليا، فهمتي؟ حاليا انا تنشوف بان تكوناتنا واحد القاعده امازيغيه قويه، الشباب ولا تيوعى وتيعرف الخطاب وتيعرف يميز ما بين هادو وهادو، ولا عنده ادوات التحليل والتعليل، ولو عنده ادوات، هي الكاميرا مشات، المهم ولو عنده ادوات النقد، ولو عنده ادوات النقد يقد يفهم، ما محتاجش ان واحد قائد او عضو جمعيه، رئيس جمعيه، او انه تيجي يخطب عليك واحد الخطابات وتيحط فيك واحد واحد الحماسية وتقول لك لا زالت هناك طريق وطريق، انظر يعني للشعب ديالنا ولا هذه، لا لا، هذاك الخطاب مابقاش واكل، وصلنا للمرحلة اللي ما هي، راه دابا شحال نتوما تتسنى ياك أول سميتو باش نحطو النقط على أول فكرة تأسيس الكونغرس العالمي الأمازيغي تبلورات يعني سنة 1993، شحال من سنة دابا؟ ها؟ دوز تقريبا واحد 27 عام، 27 عام، 28 عام، ياك ولا 30 سنة نقولو كاع، فهمتي؟ من ابتداء من 1991، المهم تقريبا 30 سنة، ولكن ما شفنا والو، غنبقاو في الانتظارية، لأن دابا فاش تخلق هو جا محمد السادس ودار هاد المعدل، وقال بأن حتى حكومة التناوب كانت قررت بأن تكون هناك يعني واحد رد الاعتبار الأمازيغية، وإنشاء المعهد الأمازيغي، والتخربيق هذا، وتم توقفت هذه الحركات الأمازيغية من التحرك، لأنها ولات تعيش واحد الانتظارية، ما قداش أنها تقول، ولات تتسنى يعني النتائج ديال هذه الشهادة اللي داروا الملك هذيك الساعة، اللي داروا الحكومة وداروا الملك، ولكن ما كاينش، ما عندوش إيجابيات حاليا، فهمتي؟ أنا تنظن بأن المعهد الملكي الأمازيغية ما خصش تسمى معهد الملكي الأمازيغ، لأن الأمازيغ سكان أقدم من أبو قريش اللي حاكمين البلاد، خصنا نرجعو الإعتبار للمعهد ديالنا الأمازيغي ديالنا، وما خصوش ياخدها هو هذا الملك الديكتاتوري، ما خصوش ياخدها ك ما خيخ يعني ما يخ ما خصوش ياخدها كعدم احترامه ولا شي لعبه، فهمتي؟ ماشي تجي من الجزيره العربيه وتجي تحكمني انا في بلادي ديال الامازيغ، وتجي تفرض عليا الالوهيه ديالك والقداسه ديالك، ما يمكنش، فهمتي؟ خص الخطاب ديالي يكون بحال هكا، وهذا ماشي خطاب راديكالي، لان ولاو عندنا المراقيه، راه لانقاذ الشعب الامازيغي من الانقراض، فهمتي؟ لانقاذ الشعب الامازيغي من الانقراض
يجب الدخول في صراع مع هذا الأسد، صراع سياسي سلمي. عندنا تنظيم، فهمتي، عندنا واحد القاعدة حاليا ديال الشباب اللي يمكن أنها تأثر، يمكن أنها تبني خلاف هاد القادة اللي شادين هاد الجمعيات هادو، هاد الرؤساء ما عندهم حتى شي اعتبار، ينتظرون يعني غير المرقة ياكلوا يشبعوا يشبعوا وليداتهم وصافي، هادشي اللي كاين عندهم، ما كاينش شي حاجة أخرى. باش نكونوا واضحين، وأنا نتمنى هاد الخطاب ديالي اللي هو يعني بسيط جدا يوصل لشريحة كبيرة من أبنائنا ديال الأمازيغ، وأنهم يحاولوا يشربوا ويحاولوا يحللوا ويشوفوا وديك الساعة ينعتوني ولا ينتقدوا من شي حاجة. أنا عارف أن هناك يعني اختراق من طرف المخابرات، ماشي نقول ديستي هذيك راه ولاو حاطينها الإرهاب، هذيك اختصاص، فهمتي، دابا راه حاطين لاجيد هي اللي شادة الملف ديال الأمازيغ، لأن عنده بعد خارجي، فهمتي، هذا ما كان عنده بعد خارجي وبزاف ديال الدول باغات يعني تساعد الامازيغ في تحقيق يعني الذات ديالهم في المجتمع ديالهم في الدوله ديالهم الاصليه اللي هي شمال افريقيا. هذا من جهه، وهذا الشيء اللي كاين. يعني ربما نزيد واحد الحلقه اخرى ونزيد نشرح فيها يعني كيفاش اننا يمكن لنا نحققوا يعني الذات ديالنا، وكيفاش اننا يمكننا نحققوا يعني التغيير الإيجابي للشعب ديالنا الأمازيغي، بدون يعني أن شي واحد يعطينا إكراميات بحال هاد الناس هادو اللي تيتسناو إكراميات من الملك أنه يقرر وأنه يخطب علينا ويقولنا الترسيم الأمازيغي. ماشي الترسيم، طبعا بزز منه، ما يمكنش أننا نعتمدو على أحزاب شارع القصر، مجتمع جمعيات مدنية شارع القصر، ما يمكنش نعتمدو على هادشي. خصنا نشقو الطريق ديالنا بوحدنا، حنا كشباب أمازيغي عندنا فكرة، عندنا مكان في نجتمع اللي هو الفيسبوك يعني الموقع الأزرق، يمكننا أننا نشروا الأفكار ديالنا، يمكننا نحددوا يوم ونخرجوا ونديروا ميثاق ديالنا بوحدنا بلا ما نحتاج أننا نطلعوا في شي بلاصة، ونخرجوا بهدوء وبسلم ونطالبوا بالتغيير للشعب ديالنا الأمازيغي، ونقضوا الإنسان الأمازيغي أولا وقبل كل شيء. كرامة الإنسان الأمازيغي يجب أن نرد لها الاعتبار، فهمتي، هذه هي المعركة ديالنا حاليا، لأن عندنا فرصة تاريخية ويمكننا نغيروا بها بزاف، خلاف السنوات التسعينات ولا حتى الألفينات، عندنا يعني فرصة تاريخية وخصنا نستغلو، وخصنا نخرجو من هاد النمط التقليدي ديال الناس هادو اللي شادين الحركات الأمازيغية، وأننا نشقو الطريق ديالنا ونطالبو بالحقوق ديالنا المشروعة، ومادام عندنا واحد الأرضية اللي هي تتجه مع القيم ديال الكونية المجتمعات المتحضرة في أوروبا وفي جميع الدول، سنلقى دعم كبير، ولكن خصنا نكونو نطالبو بالحقوق ديالنا سلميا. وتحياتي وشكرا، ونشوفكم في شي فيديو آخر.